السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو اللي هو مرون، معكس كما بغيتو تسميوه. سميوه الصراحة هذا الروتين ما كنتش غادي ننزله، ولكن ما بغيتش نخليكم اليوم بلا فيديو. صراحة توحشتكم، توحشت العلاقة ديالكم. المهم القصة اشنو طرا ليا، اني انا صورت هذا الروتين وصورت يعني النص ديالو، مشالي النص ديال هذا الروتين مشالي. فيه تنظيف الثلاجة، فيه بعض الحيل والافكار، وفيه طريقه ديال الطاجين اللي غتشوفوه، وطريقه ديال الخبز مشى ليا ما عرفتش فين، قلبت في الكمبيوتر في التليفون ما لقيتوش. مهم فيديوهات اختفوا عندي من التليفون كيفاش الله اعلم. شي ساعه وانا كنقلب عليهم في الاخير يعني، ما لانه انا ما نزلتش دابا فيديو يومين، هذه قلت معليش غادي ننزل لكم. المهم هادشي اللي بقى فيه، وراكم نتوما غادي تعذروني وان شاء الله نعوضوا لكم في الفيديوهات الجايين. غير ما بغيتش يعني ان نبقى اليوم بلا ما ننزل فيديو، صراحه تعودت ان ننزل لكم نهار ونهار لا فيديو، فمعليش غير سمحوا لي هاد المره وعذروني صراحه. والله يعني شي حاجه خارج على الاراده ديالي ان الفيديوهات مشاو ليا، كانت فيه صراحه كان هاد الروتين زوين وكان مفيد يعني، فالنص ديالو مشى. المهم البنات كما قلت لكم غير عذروني وسمحوا لي. ومره اخرى كنشكر كل شيء البنات اللي كيخلوا لي التعاليق، كيكتبوا كلمه زوينه في حقي، كيشكروني، يعني كيدافعوا عليا. كنشكركم بزاف البنات، وكنقول لكم الله يجازيكم بخير، والله يفرحكم ويفرح كل بنت ويعطيكم داك الشيء اللي ناويين في خاطركم. فالمهم بالنسبه للفيديو البنات اللي بقى فيه غادي نحطه لكم وغادي تشوفوه، واللي مشى راه مشى. المهم كنتمنى ان هذا الروتين واخا ما فيهش داكشي بزاف انه يفيدكم، غير المهم هكذا باش ما توحشونيش. وصافي هادشي اللي كاين، نبداو الفيديو على بركه الله. المهم هنا البنات كما كتشوفوا عندي ها هو الخبز، راه عجنته وقرصته ودخلت ديك البطبوطه. الفيديو اللي فيه الطريقه ديال العجينه وفي داكشي بالشرح وفي اشياء كثيره مشى ليا. هذا خبز ديال القمح، كيجي مفشفش البنات من الداخل، كيجي زوين، كنت جربته معكم شحال هذه البنات كانوا طلبوه مني. فالعجينه ديالو غادي تشوفوها من غادي نطيبو. المهم مقطع هذاك راه باقي، غادي نوريه لكم من غادي يطيب، غادي تشوفوا كي داير. قسما بالله البنات هذا الخبز لازم تجربوه، غادي نخلي لكم فيديو ديالو في الاخر، يا اما غادي ان شاء الله نعاود نصور لكم طريقه ديالو. غير سمحوا لي والله البنات، يعني ما كنتش حاسبه انه غيمشيو لي هاد المقاطع، حيتاش مصوره لكم فيديو، صور لكم فيديوهات بزاف، هذاك الشيء خلف شيء ما عرفش يمكن تمسحو. فكما قلت لكم البنات هاد الخبز كيجي بالقمح وكي يعني كيتقرص بالنخاله، كيجي زوين. فانا هنا عجنت هذاك دخلته الفران، وهذا خليت منه واحد البطبوطه صغيره غير باش نوريكم زعما انه راه كيجي في البطبوط وكيتنفخ، كيجي زوين وغزال يعني كيجي خاوي من الداخل. هذه غير وحيده صغيره، شفتوا كيفاش تنفخات، غير هي هاد السر ديال البطبوط. راه كنت شاركت معكم قبل، الا بغيتوا البطبوط تجيكم من فوق وناجح، انكم تبقاو تقلبوا وتقلبوا يعني بحال شكل ديال المسمن، قلب واش قلب، وملي تجيو ترميوها في المقله ما ترميوهاش بالجهد، لانكم ملي كترميوها بالجهد كتثقب، ولا مشات تثقبت البطبوطه صافي غير نساي، مستحيل انها تنفخ. فان شاء الله كما قلت لكم البنات ان شاء الله غادي نرجع نشارك معكم هذه الطريقه ديال هذا الخبز، لانه كيجي زوين. وانا كنديرو كنخزنو في الفريكو، ملي كنخرجو كيبقى كانك بحال يلا مخرجاه من الفران، ما كنسخنو ما حتى شي حاجه. المهم البنات هنايا بغيت نحلها لكم باش نوريكم من الداخل الشكل ديالها كيفاش دايره. كتجي خاويه من الداخل، كتجي يعني كتجي خفيفه، بحال بغيتو مثلا ديروه ديروا البطبوط وديروه في يعني ديروا به ساندويتش او لا شاورما او لا تدهنوا هاد البطبوط او لهاد الخبز عامه، صحي جدا لانه فيه القمح، يعني فيه 70% من القمح وقليل من الطحين الابيض او من الدقيق، ومقرص بالنخاله الرقيقه بالحمراء كنظن كيقولوا ليها. فان شاء الله البنات والله ان شاء الله غنشارك معكم ضروري، لانه عارفاكم غادي تقولوا لي الطريقه ديالو، اولا غنخلي لكم واحد الفيديو كنت درتو الى بقى لقيتو. وهذا الخبز درته في الفران
المهم بالنسبه للطواجين، هاد الطواجين والله كنت مصوراها لكم خطوه بخطوه. هذا دايره بالبطاطا وبليشو او لا بالكرومب واللوبيا وجلبانه وشنو اخر وخيزو. جا بنين بنين بنين. كنت مصوره لكم الطريقه ومصوره التوابل كيفاش كنديرها للدجاج وكيفاش كنصاوب هاد الطواجين، ولكن مشى. عرفتي تعصبت البنات والله، حتى ملي ما لقيتهمش تعصبت صراحه. مش عارفاكم كنعزيز عليكم بحال هاد الانواع ديال الفيديوهات، وصراحه شكون ما يعزيش عليه الطاجين. فالمهم ما علينا. المهم بالنسبه للخبز، هو البنات بعد ما طاب كما كتشوفوا خليته برد شويه صافي باش نعرف نوريه لكم. كما كتشوفوا من الداخل راه خفيف خفيف، داير بحال شكل البونجا. ملي كديري هكذا كيرجع لك، يعني مش داك الخبز اللي كيكون تقيل وكيكون عامر ومت يعني، وتقطعيه هكذا الضغمه ويبدا كيتفرتت. لا، هاد الخبز زوين، وتقدري هكذا تلويه كاع وديريه ساندويتش. وبالنسبه لسميتو اش بغيت نقول لكم، بالنسبه للطريقه ديال التخزين ديالو، كديروه في الاكياس وكتحطوه في الفريكو، ملي تجبدوه هكذا يعني تجبدوه تخليوه غير يفوق صافي، وتاكلوا عادي بلا ما تسخنوه. الا ما كانش الا كان عندكم الوقت، ما كانش عندكم الوقت راه كتدخلوه الفران بحال هكذايا وتسخنوه شويه، غير تشعلوا الفران يسخن وصافي. من بعد تخليو الخبز، من بعد تدفعوا عليه، ما تخليوش بزاف. شوفوا كيفاش كيتلوى هنايا، سبحان الله. يعني باش تعرفوا العجينه راه خفيفه وما كتقلش على المعده ما شي حاجه. المهم هنا البنات بعد ما تغديت نتحضرت واحد الكوكيز اللي كيجي لذيذ، كيجي زوين ومقاديره ماشي بزاف وسهله يعني وناجح في نفس الوقت. فبالنسبه للطريقه ديالو او للمقادير غنخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف، لانه البنات بزاف طلبوا مني قالوا لي خليها لنا في صندوق الوصف المقادير. فهنا حطيت السكر، حطيت البيض، غادي نحتاج جوج بيضات فقط. هاد الكوكيز كيجي بجوج بيضات فقط، ونص كوب من السكر. كنحركهم مزيان مزيان حتى يعني حتى كنحاول نذوب داك السكر. انا لهنا كان عندي هنايا السكر داك الغليظ صافي. وهنا كندير نص كوب من الزبده اللي هي دايبه، كنزيد نحرك مزيان حتى كيدوب عندي السكر. وعاد باش كنضيف المكونات الثانيه ديالي، غادي نضيف الفانيليا، غادي نضيف الملح، عندي نص ملعقه صغيره من الملح، وعندي البيكنج باودر ملعقه صغيره، وعندي ملعقه كبيره من الكاوكاو بودره، وعندي شوكولاته. نتوما اللي عندكم شوكولاته ديال الكوكيز اللي هي شيبسي بغيتو تشريوها شريوها، ما عندكمش ديروا بحالي. جبت انا فقط ديك الشوكولاته العاديه يعني ديال المهم ديك الشوكولاته ديال 4 ريال اللي كتباع، ولا دوك العلب. كتقطيها هكذا طريفات صغار يعني صغيورين صافي، وهو اللي غتستعملي في هاد الكوكيز. غير هاد الشوكولاته كنخليوها هي اخر حاجه. من بعد ملي كندير المكونات ديالي كنزيد الطحين ديالي. بالنسبه للطحين كوبين تقريبا، كوبين ونص من الطحين على حسب يعني النوعيه الطحين اللي عندك. حتى كتجمع لك العجينه بهذا الشكل. بعد ملي تجمع لي العجينه ديالي كنزيد كندير دوك الشوكولاته اللي انا مقطعها، كنحاول ندخلها مزيان في العجين صافي. وكنجيب صينيه مدهونه بالزيت. بالنسبه لهاد كوكيز كاين بعض يعني بعض الوصفات كيديروا فيها البيكربونات الصودا، انا مازالش عليا بيكربونات الصودا الصراحه، كنحس كتجي كتمرر الحاجه. فكندير فقط فيها البيكنج باودر فقط. غير واحد القضيه، ملي ديروا هاد الكوكيز ديروهم شويه صغار يعني ما تكبروهمش، وحاولوا ملي تكوروهم هكذا تضغطوا عليهم باليد ديالكم واحد شويه باش ينزلوا، لانهم مازال غادي يتنفخوا لكم في الفرن كما شفتوا كندير لهم انا. فصافي هكذايا درتهم ودخلتهم الفران. وهنا كانت عندي واحد الفلافل ولا الطعاميه كنت مصوباها، كنت شاركتها معاكم قبل، مشيت كنصوب فيها.
انا كنصوبها كنديرها في الطريقه، كنفرش لها البلاستيك وكنجمدها، ومن بعد كنجمعها في اكياس وكان كنحطها كنرجع للفريزر. يعني كنبغي ندير بعض الاحيان الراجل ياخذها معاه في يعني في الخدمه وداك الشيء، فكتجيني هكذا سهله مع صباح. صافي، وهذا هو الكوكيز ديالنا. يعني باش تعرفوا البنات العكس، يعني تا كوكيز غفلت عليه غير شويه، تحمر ليا من الفوق بزاف، والفران عندي خسر ليا كيطلع الدخان باللور. واحد النهار قلت لكم معكس زعما كاينه، ما نقولش لكم، ولكن هاد الكوكيز جابنين واخا هكداك. هاد الكوكيز جابنين، كنتمنى البنات تجربوه صراحه، لانه بنين وغادي يعجبوا وليداتكم، وحسن من ديال برا، كيجي هشيش وكيجي زوين، غير ما تغفلوش عليه. وبالنسبه للفران البنات، هو كياخذ 10 دقائق في الفران، حسبيها ليه بالضبط، 5 دقائق من التحت و5 دقائق من الفوق، ما تزيديش ليه اكثر من 10 دقائق، لانه راه غير ينشف منك وغادي يكرم. هو كيبغي يبقى شويه رطب، لانه من بعد كينشف بوحدو، فحسبوا لي 10 دقائق في الفران وخرجوه. كيجي غزال البنات، صدقوني كيجي بنين، واكيد غادي تجربوه غادي يعجبكم. المهم البنات، سمحوا لي اليوم الصراحه، والله تعصبت مع الفيديوهات، وحتى الهضره ما بقاش خارجه ليا مقاده. عصبني الفران، حتى هو الفران عندي ما عرفت مالو، خاسر خصو يتصاوب. الكوكيز غفلت عليه دقيقه، لقيته تحمر بزاف من الفوق، راه تكون لاحظتوا انه داك اللي دايره لتحت شويه محمرين، ولكن زوينين جاو بنان صراحه. فصافي، والمهم الخبز، المقادير ديال الخبز مشات، المقادير ديال الطاجين مشات، فغير سمحوا لي هذا النهار وصافي. والله البنات ان شاء الله نعوضها لكم في الفيديو الجاي، وخلوا لي اقتراحاتكم والطلبات ديالكم والاقتراحات الفيديوهات اللي تبغيو ندير لكم الفيديوهات الجايين. وشنو اخر، صافي، وهادشي اللي كاين، وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. بغيت نشكركم على الفيديو اللي قبل، على تعليقكم، على كلامكم الزوين، الحب ديالكم ليا. ربي يخليكم البنات ويجازيكم بالخير. صافي، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الثاني، وما تنسوش تخلوا ليا لايك ديالكم، تخلوا ليا تعليقكم، وتبارطاجيو الفيديو، ونقول لكم مع السلامه ونهاركم مبروك.